طب نبدأ بقى بالمجموعة الخامسة زي ما كريم كان بيسأل حضرتك، ونروح لإسبانيا. خلينا نبدأ بإسبانيا ومدير فني إنريكي، وفكرة إن هو برضو موضوع غريب، يعني هو مستبعد نجوم زي راموس مثلا وأسماء كبيرة ومعتمد على الشباب، فهل دي خطوة ذكية ولا دي خطوة فيها مخاطرة بشكل كبير؟ انريكي مع عنده مشروع حاليا مع منتخب اسبانيا، المشروع اثبت كفاءته في يورو 2020 اقيمت العام الماضي في كذا دوله اوروبيه. هو شايف ان الاعتماد على نجوم الشباب هيحقق ليه الهدف، لان هو وصل سيمي فاينال يورو 2020 بهؤلاء النجوم الشباب. سيرجيو راموس بالنسبه ليه، رغم ان سيرجيو راموس هذا الموسم تحديدا بيقدم موسم جيد جدا مع باريس سان جيرمان، ديفيد ديخيا رغم تخبط نتائج مانشستر يونايتد لكن بيقدم ايضا مستويات جيده جدا، لكن هو شايف ان هو لابد ان يعتمد على اللاعبين الشباب. الاسماء الخبره قليله جدا، يعني هو اكبر واحد حاليا سيرجي بوسكيتس لاعب خط وسط، بس حتى دخية ده حارس يعني تقيل جدا، يعني انت بتخاطر كمان بالحارس بتاعك جدا. انا متفق معاك انا هوند، لان فعلا دخية بيقدم بصرف النظر عن نتائج مانشستر يونايتد والتخبط، لكن ديفيد دخية بيقدم مستويات رائعه طبعا جدا مع مانشستر يونايتد. يمكن هو الخلاف، انا في وجهه نظري انا خلافي مع انريكي الحقيقه في موضوع دخية، حتى ما اختاروش في البروفيشنال سكواد، في القائمه الاوليه ما اختاروش، وده كان امر غريب جدا. فانا اعتقد يعني هو انريكي شايف ان دي سياسته، النتائج ستحكم. هو حاليا بالظبط وصل سيمي فاينال يورو 2020، وصل سيمي فاينال نيشنز ليج دوري الامم الاوروبيه، واعتقد ان هو سيتاهل عن هذه المجموعه الخامسه رفقه المانيا، خاصه انا اعتقد المنافسه هتكون بين المانيا واسبانيا، والمباراه هتكون بينهم هتكون في الجوله الثانيه وليس الجوله الثالثه. اعتقد هذه المباراه في الجوله الثانيه ستحسم بنسبه كبيره هويه المتاهل. صحيح ان معاهم كوستاريكا ومعاهم اليابان، كوستاريكا كان اكبر مفاجاتها في مونديال البرازيل 2014 حينما وصلوا لربع النهائي وخرجوا امام هولندا بركلات الترجيح. اليابان كانت اكبر مفاجاه، يعني ما فيش كذا مره وصلوا اخرهم دور 16، وفي النسخه الماضيه في روسيا خرجوا من بلجيكا بسيناريو غريب جدا. فانا اعتقد ان اعتقد المانيا واسبانيا يكون منافسه منهم على الميل الاول والميل الثاني، لكن اعتقد الاثنين هيصعدوا باذن في الله. المقابل بقى احنا اتكلمنا عن اسبانيا، تعال نتكلم شويه او نقف شويه عند منتخب المانيا ومدربه ومديره الفني، عامل الى حد ما، وده واضح من الاسماء اللي هو ضمها للقائمه بتاعته، ان هو عامل موازنه ما بين عنصر الخبره، الناس الثقيله الراسيه اللي شاركت قبل كده في كاس عالم، واللي يعني بيلعبوا في انديه بتشارك دايما في دوري ابطال اوروبا، وما بين عنصر الشباب، وان كان عنصر الشباب هو اللي اوضح شويه. اتفق معاك يا كريم بالفعل. هانز فليك مدرب تقيل جدا، هانز فليك صاحب الثلاثيه او السداسيه التاريخيه اللي حققها بايرن ميونخ في يعني فتره جائحه كورونا في 2020 2021، صنع مجد كبير جدا مع بايرن ميونخ. هانز فليك كان احد اعضاء الجهاز الفني الذي توج مع يواكيم لوف بمونديال البرازيل 2014 بنتائج تاريخيه، طبعا ابرزها السبعيه الشهيره والتاريخيه ضد البرازيل في السيمي فاينال. فلا انا متوقع المنتخب الالماني سيذهب بعيدا. صحيح ان كل الناس بتتكلم على الارجنتين، بتتكلم على البرازيل، بتتكلم عن فرنسا، بس دايما المانيا منتخب بالفعل جدا، منتخب المانيا بيمتلك لاعبين شباب اقوياء جدا. صحيح انه استبعد، يمكن اختلف معاه قليلا في استبعاد ماتس هوملز، بيقدم مستوى الى حد ما مرضي مع بروسيا دورتموند، لكن باستثناء هذا هو كان مجبر تحديدا على الخيارات الهجوميه، خاصه بعد اصابه تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، هو كان المهاجم الرئيسي ليه، لكن اصيب طبعا قبل البطوله بايام قليله. لكن انا في وجهه نظري منتخب المانيا سيذهب بعيدا وبعيدا جدا، لان التشكيله اللي معايا تشكيله شابه بتمزج بين الخبره والشباب، لكن معظم بيغلب على طبع الشباب. برضه حته الخبره هي اللي متقله كفه حتى اللقب بتاعهم الماكينات الالمانيه، فشايف ان كلمه الماكينات هتنطبق على السكواد اللي هيشارك في المونديال ده؟ انا اعتقد ذلك، لان لعيب مثلا يعني مثل توماس مولر، هذا اللاعب العملاق في منتخب المانيا وفريق بايرن ميونخ، بيمتلك خبرات كبيره جدا. بنتكلم على جوشا كيميتش حاليا لاعب وسط، لاعب وسط على اروع ما يكون. بنتكلم على يوسف موكوكو، هذا المهاجم الشاب من بروسيا دورتموند، هذا اللاعب ننتظره، يعني على الجماهير ان تنتظر هذا اللاعب بصوره كبيره جدا في كاس العالم، مهاجم استثنائي الحقيقه، وهو من اصول كاميرونيه بالمناسبه، لكن هو طبعا اختار في النهايه انه يلعب منتخب المانيا. خط دفاع المانيا ايضا فيه اسماء قويه جدا، طبعا واحد من اعظم اللاعبين على مستوى حراسه المرمى في التاريخ مانويل نوير، وامامه ايضا انطونيو روديجر مدافع ريال مدريد. فانا ننتظر منتخب المانيا يكون منتخب قوي شرس، وسيذهب بعيدا جدا في هذه البطوله.